in 1 minute. الضرب في النظام الثنائي. الضرب في النظام الثنائي هو ضرب عادي ولا يوجد له قواعد، ولكن عند الجمع لاستخراج الناتج نستخدم قواعد الجمع. لدينا التمرين التالي. نبدأ بالآحاد. 1 ضرب 1 = 1، الناتج 1 1 1. ننتقل للعشرات. نكتب 0 0 ضرب 1 1 = 1، الناتج 0 0 0. ننتقل للمئات. نكتب 0 1 ضرب 1 1 = 1، الناتج 1 1 1. الآن سنجمع باستخدام قواعد الجمع في النظام الثنائي ليكون ناتج عملية الضرب هو 1 0 0 0 = 1 1.